صباح الخير البنات، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. شو الشده؟ كلشي على الشده. كي دايرين البنات؟ اش كتعودوا؟ صباح الخير اختي. دابا 9 ديال الصباح ما نعساش اصلا، عرفتي هادشي كي ولا؟ لا اله الا الله، ويلي ولي الحاله. دابا ما نقدرش حتى عندي الخياطه هنا، شفنا عندي الخياطة كاملة البلاصة، وهادي تا هيايا ناري كي وليت. شكون دير فيا خير؟ جات مشات ليا شعري، واه 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 واه، عرفتي عامر شعري دم، حاشاكم البنات. صافي دابا بقيت معلمة من وجهي كامل معلم، ما فهمتش انا كتخرج فيا الضربة عهن وهن 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 وهن. لا اله الا الله. فهمت هاد السعد وهاد الزهر اللي عندي كيداير؟ شوف 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 شو. دابا جاتني ياك وباينه، دابا غتبان لي من غتبرى لي غنبان عاوتاني مخسره، غيسحبوني شمكار. انا اصلا معقده من وجهي، وعرفتي هادو مسكينه الصراحه اختي حكيمه يا ربي. ما ندوش في طوالات حكيمه اختي مسكينه، يا ربي تسهل عليها، الله يجعل سيد ربي وقف معاها. وقفات معايا بزاف هذوك الضربات ديال المشاش، وجهي شوفوا عاوتاني راه وجهي عاود كحال، عرفتي وجهي كان بياض، ما عرفتش مناش وجهي مسكوف من الدم. رجع للطواليط حشاكم الحمام. المهم البنات انا يلاه فقت، ما عنديش الدواء وداك الشيء، خصني نمشي اصلا ان شاء الله ناخذ داك الشيء اللي خصني. ما عندي حتى ما نلبس هنايا حتى الزيوفه، هذا راه غير صبنت وطاحت لي الفاصمه، طاحت لي الفاصمه ديال هذا، طاحت لي الفاصمه ديال راسي. خصني نمشي دابا للسبيطار محمد الخامس باش يبدلو ليا. اول حاجه كنديرو شنو هي؟ صباح الخيرات. ما ضحكوش معنا، كاختي السنين ضروري. حشاكم حشاكم بزاف ديال البنات كيسولوني كيقولوا لي اكرام واش هضر دارك، يعني ميمكنش اكرام في وقت وجيز، يعني غادي دير الدار بهاد الثمن وفهاد الكارتي هادي، ميمكنش راه ميمكنش. ولكن حتى شي حاجه ما بعيده حتى حاجه. المهم انا كنغسل وجهي بهذا، كانت خرجت لي الطبيبه ديالي ديال الجميل، قالوا لي فين هو الجمال، جمال مشى. اختي من تبغي تغسلي وجهك ما تزبش عليه، انا نوريك تزربش على وجهك. باقي ليا البنات معكم واحد دوش واحد بيت نعاس حاتم. يلا اختي خليني تغسل وجهي وخليكم معايا. كانت عندي واحد مير لاكونجلي ياكم، انا نتغدى بها، غادي نديرها في الفران ماشي اختي. المهم انا ما نديرش فيها ملحه بزاف، عارفين الحوت اصلا هكذا على الاقل مزيانه. نضيف شويه ديال الملح، شويه ديال الكمون، حيت الكمون راه كيحيد
الكمون كيحيد البنه ديال الحوت ما كيبقاش، ولكن بالنسبه لي انا بغيت ندير شويه الكمون حيت عزيز عليا الكمون كنبغيش مزيان ياكو مستوره بعدا الحمد لله. ندير شويه البزار البنات انا منقيه الزعتر ودايره في قراعي. عندي شويه زعيطره ماشي الزعتر زعيطره الناس. ما عنديش زيت العود، ما عنديش زيت العود اللي غنكتفي غير صافي فاش يطيب داك الحوت. واخا الحوت راه كيطلق الزيت وخلاص اختي ما فيه لي حكته وما وداك الشيء ما فياش. انا كنصايب الحوت زوين كنطيب زوين صراحه والله، ولكن مابقاتش عندي الكانه مابقاش كنطيب واه بقيت كنطيب حتى شي حاجه مابقاش عندي الكانه ديال الطياب. المهم اختي هاتي انا وجدت هاد الحوت كنت دايره فيه الحامض ديجا قبل يعني مرقد في الحامض شتي. المهم نسدو الجوع كاين مسكال في باقي الحوانت كلشي ساد. المهم البنات شكرا لكم على الدعم ديالكم شكرا بزاف كنحمق عليكم وكنموت عليكم وربي كبير ما كيسد باب حتى كيحل بيبان. واكيد اكيد اكيد ربي ما دار ليا هادشي الا وخير ليا، لانني انا عرفت انا دابا بزاف ديال الناس اللي كانوا كيكذبوا عليا كي بحال اللي قلتي كي كيستغلوني كأنا انا بحال شي طفله يعني كيستغلوني انايا وانا قلبي بيض في وقت شده. خوتك راه ما يفوتوكش، امك ما تفوتكش، والديك ما غيفوتوكش، خوك واخا ما عرفت شنو فين توصلي تيوي ولا فين يوصل هو وياك ما غيفوتك ما غتفوتيه حتى شي دم واحد. ولكن كيبقى فيك الحال اقرب الناس ليك اللي كانوا كيضحكوا لك في وجهك وكيبغيوك وداك الشيء طلعوا. ولكن مزيان هادشي اللي اطرا ليا دار ليا درس، يقدر لكم بزاف ديال البنات هما دازوا من هادشي كامل. انا ما كنلوم حتى شي واحد، بالعكس انا ما كنلوم حتى شي واحد وما بقيت باغا نعاتب حتى شي واحد. اللي باغي يسول فيا يسول فيا، اللي ما بغاش يسول فيا ما يسولش فيا، ما عنديش مشكل. المهم انني خديت القرار ديالي اللي ما غاديش صافي خديت قراري. انا كيف قلت لكم ما عنديش مشاكل مع دارنا مع عائلتي، ما عنديش مشاكل مع عائلتي، احنا العائله الزوينه اللي كتدخل الضحكه وكتبين العائله حب ديال العائله اللي بزاف ديال الناس اللي ما بقاش هذاك الشيء. حنا باقي عندنا داك الشيء في الدار، باقي عندنا داك الضحك، باقي عندنا كان عندنا بوان الله يرحمه ويولي برحمه الله كيقول لك هذيك دار الزاويه اللي جا مرحبا بي. وبصح باقا دار الزاويه اللي جا مرحبا بي بابنا ما كيتسد على حتى شي واحد، دارنا دار الجود والكرم. المهم تي تحط وتعطي لعباد الله، ما عندناش حنايا كران ديال هذا الشيء، ما عندناش الحمد لله. داك الشيء اللي كان في با بقى فينا حنايا وبقى في خوتي الحمد لله. ايوا وبالنسبه اللي كيسولوني في كومونتات كيقولوا لي يا اكرام هاد الدار دارك، هاد الدار داري. ملي كيتيق فيك واحد الانسان وكيكون هو غادي خارج يعني غادي لبرا غادي بلاد بعيد غادي يستقر فيها وكيعطيك ساروت كيقول لك هاك يا اختي عارفك واحد النار غتضيمي وغتجي ليها غتبغي فين تمشي. هاد الكلمه ما تقدر واقيلا مقادب يقولها حتى شي واحد، ما تيقيش في اختك ولا في خوك. هاد الدار مخليها لي اختي اللي هي في سويسرا، يا ربي تسهل عليها من هاد المنبر بزاف ديال الحب ليها. صراحه
ما 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 واخا نشكرها، واخا نشكرها ليكم والله ما غادي واحد بزاف ديال الحب، لدرجه من نهار مشات هي سويسرا انا مرات يعني توأم روحي ما كنتفارقش انا ويا مرات كيفاش كنت وكيفاش وليت. راه بزاف ديال الناس كيعرفوني يعرفوني انني تبدلت، مرضت فيها وكنت غنتسطى وكنت غنحماق وصلت للسبيطار وصافي. هاد الوشم هذا راني تكبرت ودرته ماشي بزاف، راني انا ما عارفين حنا ما عندناش العقل وراه كلشي كيغلط. مشيت بغيت ندير سميتها بالحب ديالي ليها، شوفوا شوفوا عقلي شنو قال ليا، ولكن الحب ديالي راه مرسوم هنا. هادي راه درت حتى داك الفيديو ديال الوشام ديك الساعه بصح ما واش ماش هاد الوشام راه غلطت فيه غلطه اللي خيبه، وكنتمنى من ربي عفاكم دعموني باش ربي سهل عليا ونكون قادة ندير اي حاجه لراسي. يعني انا بغيت نحيد هذا الشيء، بغيت نحيد هذا الوشام، ما بغيتش نخليه في ايديا. انا نقيه بنت دارنا، ما انا جالسه حدا كابر حدا امي وحدا خوتي، انا ما تنعرفش نمشي للمدينه بوحدي. انا كنت كنقرا كان يحطني الطاكسي تم ويجيبني تم، ولا مشيت بالطوبيس ما يكونش عندي فلوس نمشي للطوبيس ونركب، ما كنعرفش ندور وربي الكعبه ما كنعرف ندور في كازا ولا نمشي ما كنعرفش. شفتي فين ساكنه انا؟ البدر. تفوتي عليا الوفاق الامل ما تنعرفش. والحمد لله الحمد لله ربي كبير، وشكرا لهاد اختي هادي اللي خلات لي هاد الدار فين نجي نحل عليا. عرفتي مني كندخل هاد الدار كنبوسها كنقول لها انا باركه بيك، انا من رضات الله ورضات الوالدين، ربي خلى ربي عطاني هاد الساروت وعزيز عليا وكنتهلا فيها وما نبغيش حتى شي نبشه تكون فيها. تخيلوا معايا بدك ما نقدرش بدك الحب ديالي ديال اختي ما تلحمش نشوف دارها موسخه، ما نشوفهاش موسخه والو ما نقدرش. انا سيمانه ما بدلت هذه سيمانه ما بدلت البارح عاد باش دوش وغسلت، اقسم بالله سيمانه ما بدلتش حوايجي وكان ما نقدرش. واخا كنخلي نوض صافي قلت ما نقدرش نشوف دار اختي هكا، ما ممكنش ممكنش. مهم هاد الدار دار اختي انا عندي 29 عام، بانا مات وحنا باقيين صغار، خلانا 7 ديال الماما مسكينه. يعني ماشي ساهل ان ام ما قارياش ما خداماش، هذيك الساعه حتى لا كارت ناسيونال كانت ما دايراش، ما عرفاش الوالد ديالي غادي يموت، حيتاش انا الوالد ديالي مات موت فجاه اللي هو قتلته العين. كلشي كيقول لنا ان باكم شق بالعين، بانا حنا راه كان الجنازه ديالو تابعينو الكاميوات وتابعينو الناس اللي ماشي بعقلهم وتابعينو الكيران والطوموبيلات والرميك. فمشينا للمقبره كيقول لنا شكون هو السيد اللي متو شي وزير ولا رئيس، تنقولوا لي لا كيقولوا لي ما داك شايفو. المهم خلى عندنا 10 سنين كعارفي الام. ايوا صافي 7 الخوت ماشي ساهله مساكن، كلشي باقي صغير، ولكن خوتي رجاله. خوتي رجاله تبارك الله. نبيل ناد كيخدم على 15 عام، طارق تا هو دار البيرمي، امين تا هو يا قرا عند بديعه اختي، جا كملت لي حكيمه اختي في احسن المدارس كانت كتهلا فيه، حتى هو الصغيور كان صراحه تا هو مني ولا كيخدم في اليوتيوب، كبر بدا كيعول تا هو على راسو. يعني عائله زوينه حتى لهنا، هي عائله زوينه حتى الاخر ماشي حتى لهنا. المهم انا 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 صراحه اختي ما فاتنيش، اختي وقفت معايا وقراتني درت لي استيتيك واخا ما المهم راه عندي الدبلوم من 2015 البنات، من 2015 وانا عندي الدبلوم وان شاء الله يا ربي سهل وغادي نخدم وغادي نستقل وغادي نكمل وما غاديش نحبس. وكانت عندي واحد الطاقه اللي هي مجلساني كنت كنتسنى ديما هي تنوض، ولكن لا عمرها ديك الطاقه ما بغات تنوض، ما تسمى بالطاقه السلبيه. دابا انا بطاقه ايجابيه، وباش تعرفوني انا طاقه ايجابيه هاد المرضى هادي انا موالفه قد هكايا، انا حساسه، انا كيف قلت لكم طفله من الداخل، انا كنبغي الحنان كنبغي شي صدر يعنقني هادشي ما علينا. انا موقفتش واخا طرا لي هاد المره هاد المشكل اللي باقا كنقول لكم ماشي عائلي،
الله يحفظ اخوتي يا ربي، وتخلي لهم وليداتهم، خلي لهم عيالاتهم، والله يرزقهم الذريه الصالحه. وماشي غير اي عائله، دخل ليها شي سوسه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا ما عنديش مشكل مع عائلة خوتي، شوني كيفاش كنعاملهم. انا شفتوني قدام العالم كيفاش كنتعامل مع عائلة خوتي، يعني الا طلعت شي حاجه خايبه منهم راه منهم من راسهم، ما غاديش نحاسبهم، ما غاديش ندير ندبر راسي، حيتاش انا كنعاملكم زوين. انا ما عنديش مشكل مع عائلة خوتي، ماشي مشكل. مهم، انا الطيحه اللي طيحتني هذه عرفتني شكون حبيبي وشكون خويا وشكون صديقي. الحمد لله. وكيف قلت لكم، انا راه كنت على الله كنت معديش 4 دريال ما جايه، ما عنديش الدار انا والو، درهم ما عنديش. انا من النوع اللي كنشدها كنخسرها، عز عليا برا عمو يمشي، عز عليا نشري عمو يمشي الحاجه الزوينه ونوكل الحاجه الزوينه. ما نعاودش لكم انا كيفاش دايره، ما نشكرش لكم راسي اللي حطيتها اللي دخلت عندي ما تصبحش. كنقول يبقى عليك تقليد وانت هي تصبحي، لا تصبحيش، راه ما كنتفايتش بالفلوس يباتو ونمشي ندنكسي ونشري وندير ونفعل ونترك ماكل في الزناقي صحه. ايوا صافي، صيفطت لي اختي واحد البركه مسكينه، قالت لي كيبعلي باش عمري تدي لي شتاك. هذه حكيمه، الله يسهل على عمل هذا المنبر، كنحمق عليها وكنموت عليها، كنتسطى عليها. تنابيل حنين فيا الصراحه، نبيل تا هو مسكين تا هو كيحن فيا، ما نساش خيره. انا الناس اللي كاين ما نساش خيرهم، ما نساش خيرهم. واحد الشخص اللي هو واحد الانسان، اش نقول لك، انسان مهم بدون الذكر ديالو ما كنعرفوش، اقسم بالله العلي العظيم كنعرفوش. هضر معايا في انستغرام في الكويت، مغربي ديالنا مهم. وصيفط ليا مسكين، قال لي اكرام اختي هاك هاد البركه هي تقدي بها. وعمري بنت لا، شوف بنادم، شوفي الخير اللي كديري انتيا كيفاش كيولي لك، يعني غير ديريه ونسيه، غير ديريه ونسيه. انا ما كنقول حتى شي واحد، مثلا ما كنبغى حتى شي حاجه، ما كان ما انا اختي انا دارنا كيقولوا لي انت ما كتقوليش، لدرجه كيصاحبوني لاباس عليا، ما كيقولوا لي ما كتقوليش شنو خاصك، وانا ما نحتاجش انا نقول شنو خاصني، صافي ما نحتاجش نقول انا شنو خاصني. انا اللي خاصني راه بنادم غادي يحنفك بلا ما يقول لك شنو خاصك، حتى شرا نفسنا هنا. انا كابابل غما باقا ما سهلش الله في شي حاجه، ان شاء الله يكون ديالي ونوقف عليا ونحس براسي حتى انا خدام. هادشي اللي بغيت هادشي اللي بغيتكم توصلوني ليه دابا، بغيت ندير حياتي، بغيت انا نشوف، حيت انا 29 عام وانا جالسه من الدار، ما تنخرجش من حدا امي، ما تنسافر، ما تنشوف حياتي، ما شفت حتى شي حاجه. كنقول حيت وحده امي غتموت. ناري ناري ناري، يعني مرضت بهادشي، فهمتوني، راه مرضت بهادشي. هادشي ولا كيجيني، هادشي كيجيني مرض، زعما مرضت كيفاش وليت كنخاف على ماما، مرضت. دابا ماشي مشكل، امي على راسي وعينيا، كنموت عليها وخوتي، كنحمق عليهم، كنسطى عليهم. وهاد الفكره ديال انني بغيت نستقر في دار اختي، بغيت انا نستقر، بغيت انا ناخذ راحتي، بغيت انا يا صافي نولي انا مسؤوله على راسي، انا مسؤوله على راسي اصلا، انا مسؤوله على راسي، خاصني نكون نقد بالمسؤوليه على راسي وندير انا والبنات كاملين بغيتهم، كاملين. الا ما عندكش فين تمشي صبري تيجيب لك ربي رزقك، الا ما جابش لك ربي رزقك نوضي تخدمي، نوضي تردمي، ما تبقايش جالسه حاضيه وتشقاي وديري وتفاعلي وتركي، راه في الاخر ما كيبقى على العقل عليك حتى واحد، من الاخر ما يعقل عليك حد. انا في 29 عام وانا دابا ها انا بوحدي في ليله وضحاها، ما جالساش في دارنا، حيتاش انا بغيت نستقر. المهم بنات، ما نزيدش عليكم هضره بزاف، كنحمق عليكم، كنموت عليكم. ومهم حيتاش قولي الميساجات، انت عندك دارك قولي، هضري على الدار،
هادي دار اختي. وبالنسبه للناس اللي باقين كيقولوا لي اكرام شكون ضربك، انا فاش خرجت عندكم الوسائل الاعلام صافي خرجت بحالي، هذاك الفيديو اصلا صورته باش نديرو اختي باش نلوحو لاختي، خرجت عندكم اقسم بالله العلي العظيم ذاك الفيديو ما كنتش غادي نلوح. صارتي شنو ديك اللحظه صافي ما كتحسيش، ما تشوشوا عليا بزاف وبقى فيا الحال، اما غنكمدها. ولكن حسيت بالحقره، انا كاع ما نستاهل هذيك الضربه، كاع ما نستاهل هذيك هذيك الضربه، كاع ما نستاهلها. حتى هذيك الضربه جاتني على والو، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم بنات ما نطولش عليكم، تهلاو في راسكم وشكرا، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، كنحمق عليكم وما عمرني ننسى خيركم، كنتو معايا صراحه كلشي البنات، ميساجاتكم الناس اللي عيطوا ليا شكرا لكم، وكنحمق عليكم. واللي كتشوفوه ديما ديما ضحك عرفوا ربي اللي عالم به، ما تغركمش الضحك ديال الوجه، انا وجهي يبين ليكم كثير مدمره وفي نفس الوقت قويه، مدمره ماشي مدمراش، مدمره ديال بصح ولكن قويه. كنحمق عليكم وتهلاو في راسكم، وما تنساوش اللي ما دارش ابوني دير ابوني ويخليكم كومونتير زوين، كنحمق عليكم وبيكم نتوما باش كتعطوني الطاقه، عافاكم عطوني غير الطاقه خليوني نكمل، والله يسهل علينا كاملين يا ربي.